السلام عليكم، ايه الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد في سلسله فيديوهات الساسكو سياس. النهارده هنتكلم عن السامل وازاي نقدر نستخدمه عشان نوثنتيكيت على اليوزر انترفيس الخاص بالساسكو سياس والساسكو اس ام اي من خلال الايدنتيتي بروفايدر اللي هو ايجور اكتيف دايركتوري. يلا بينا نبدا. في البدايه، ايه هو السامل؟ السامل هو اختصار لسيكوريتي اسيرشن ماركابول لانجويج، وهو XML based open standard data format عشان يمكن اي administrator ان هو يلوجن على اكتر من application او security appliance باستخدام only one credential بكل سهولة. كمان هو بروتوكول بيستخدم من خلال اي service provider زي في حالتنا الساسكو CES والساسكو SMA او اي application تاني عشان يسنتكيت اي user. ده بيسهل على administrator عملية اللوجن وعملية الادمنستريشن الخاصة بكل السيكوريتي او المالتيبل سيكوريتي ابلاينسز اللي عنده. كمان بكل سهولة يقدر يمانج ويلوجن على كل الابليكيشنز والسيكوريتي سوليوشنز اللي عنده من خلال only one credential، فده بيقلل التايم تو مانج، فيوفر الوقت الخاص بيه عشان يهتم بحاجات اهم. تعالوا بينا نشوف الفلو الخاص بالسامل. السامل زي ما احنا شايفين عنده 3 main component. اول component هو اليوزر او الويب براوزر اللي بيستخدمه اليوزر. عندي service provider في حالتنا الساسكو CS او الساسكو SMA او اي application انتو محتاجين تعملوا login عليه، والidentity provider اللي بيauthenticate اليوزرز. اول خطوة بتتم، اليوزر من خلال الويب براوزر بيحاول ان هو يجين اكسس على السيرفيس بروفايدر او الابليكيشن بتاعه في حالتنا الساسكو سي اس. فانا هحتاج ان انا اكتب اللوجن يو ار ال، وبعد كده هطلب ان انا ادخل من خلال السنجل ساين اون اوثنتيكيشن. فالسيرفيس بروفايدر هيبدا يريدايركت الاوثنتيكيشن ريكوست ده للايدنتيتي بروفايدر اللي كونفيجرد عليه، في حالتنا هو الايجور اكتيف دايركتوري. بعد كده البراوزر هيبدأ في الخطوة رقم 3 ان هو يسند الاوثنتيكيشن ريكوست للايدنتيتي بروفايدر. الساسكو SMA والساسكو CS يقدر ينتجريت مع الايدنتيتي بروفايدرز التلاتة اللي موجودين دول: مايكروسوفت اكتيف دايركتوري، ايجور اكتيف دايركتوري، ساسكو دو مالتي فاكتور اوثنتيكيشن سوليوشن. بعد الخطوة رقم 3، الخطوة رقم 4 الايدنتي بروفايدر في حالتنا الايجور اكتيف دايركتوري هيبدا يوثنتيكيت اليوزر، وبعد كده هيريدايركت السامل اسيرشن للسيرفيس بروفايدر. البراوزر هيبدا يريلي السامل اسيرشن ده للساسكو سي اس، وبعد كده الساسكو سي اس او الساسكو اس ام اي او الابلكيشن اللي بيليفرج السامل هيبدا يجرانت اكسس في الخطوه رقم 7 لليوزر ادمنستريتور ده. ده بكل بساطة الفلو الخاص بالسامل. تعالوا بينا نشوف هنطبق ده ازاي من خلال الكونفيجريشن اللي هتطبق على الساسكو سي اس وفي الجزء التاني على الاس ام اي. يلا بينا نبدأ. نفتح البراوزر الخاص بينا، بعد كده هنكتب اليو ار ال الخاص بالسي اس، ومحتاج هنا اضيف هنت بسيط جدا. الكونفيجريشن اللي هتتم على السامل على الاسي نمبر 1 بتتم على الماشين ليفل، فبالتالي لازم اعمل نفس الكونفيجريشن على الماشين نمبر 2. تعالوا نعمل الكونفيجريشن الخاصه بالماشين نمبر 1. نضغط على السيستم ادمنستريشن تاب، هلاقي حاجه اسمها سامل. هيبقى عندي 2 كومبوننت، سيرفيس بروفايدر والايدنتيتي بروفايدر. كل ده عشان اعمل سامل كونفيجريشن عشان الوجن على اليوزر انترفيس. اول خطوه عندي ان انا اضيف السيرفيس بروفايدر، هو في حالتنا الساسكو سي اس يوزر انترفيس نمبر 1. طبعا الانتيتي اي دي هيتغير وهو هيبقى بنفس اللوجن يو ار ال، خدته كوبي وحطيته بيست. الفورمات الخاص بالاتريبيوت مش هيتغير وهو ديمت، وده الفورمات اللي بيتبعت ما بين الايدنتيتي بروفايدر والسيرفيس بروفايدر. كمان عندي الاسيرشن كونسيومر يو ار ال، هشيل الهوست نيم الخاص بالاي اس اي نمبر 1
وهضيف اللوجن URL الخاص بالسيسكو سي اس. هستخدم سيلف سايند سيرتيفيكت عشان ان كيس ان حبيت اعمل ساين للريكوست والساين للاسيرشن اللي بتوين الايدنتيتي بروفايدر والسيرفيس بروفايدر. وطبعا كل الريكوست والاسيرشن هيكونوا انكريبتد من خلال السيرتيفيكت دي. الاورجانيزيشن ديتيلز النيم هيبقى ماينسبلويت، عندي ديسبلاي نيم ماينسبلويت، اليو ار ال، الايميل الخاص بتكنيكال كونتاكت. طبعا انا اقدر اشير الكونفيجريشن دي اكروس اول ماشين اللي موجوده في كلاستر، لكن انا حابب ان انا اعملها بشكل مانوال معاكم. هعمل سبميت. كده انا عملت اول خطوه بالنسبه لي. طبعا كل الكونفيجريشن دي بتتحط في XML فايل او الميتا داتا فايل، هعمل لها داونلود عشان اقدر اضيفها بكل سهوله واوفر وقت ومجهود واضيفها على الايدنتيتي بروفايدر. هدخل على الاوفيس عشان ابدا افتح الادمن سنتر ومن خلاله اعمل كونفيجر على الاكتيف دايركتوري الخاص بايجر. هدخل على الاكتيف دايركتوري، هلاقي على اليمين حاجة اسمها Enterprise Application. هضغط عليها عشان ابدا اضيف الابلكيشن او السيرفيس بروفايدر بتاعي. هعمل نيو ابلكيشن، نون جالري ابلكيشن، هضغط عليها. هسميها سيسكو سي اس نمبر 1، هضغط على اد. بعد كده هيبان معايا السيتنج الخاصه بالسنجل ساين اون، هضغط عليها. سنجل ساين اون هيبقى باستخدام السامل. زي ما انتم شايفين الابلكيشن فينيشد، لكن محتاج ان انا اعمل تعديل على شويه حاجات زي السامل كونفيجريشن وزي الاتريبيوت وزي اليوزر اند جروبس. اول خطوه اعملها ان انا هعمل ابلود للميتا داتا عشان يسهل عليا الوقت والمجهود اللي انا عملت له داونلود من السي اس. زي ما انتم شايفين معايا الانتيتي اي دي اتغير، الاسيرشن يور ال اتغير. هضغط سيف وتعدل هنا زي ما انتم شايفين. بعد كده كلوز، بيقول لي عايز تعمل تيست للسنجل ساين اون، هقول له لا ليتر. محتاج ان انا اعدل في الاتريبيوت والكليم بحيث ان انا اعمل نيو كليم واضيف فيه all groups بحيث ان كل الجروبس تقدر تكليم ويقدر يكون الاتريبيوت بتاعتها موجودة والسيرفيس بروفايدر يقدر يفتش الاتريبيوت دي عشان يقدر يجرانت اكسس لليوزر من خلال الاثورايزيشن اللي انا هعمله على الابليكيشن. بعد ما خلصت اليوزر اتريبيوت وكليم هبدا انزل الميتا داتا الخاصه بالايدنتيتي بروفايدر في حالتنا الايجر اكتيف دايركتوري. بعد كده هرجع تاني السيسكو سي اس، هعمل add identity provider، هسميه Azure Active Directory، هعمل upload للميتا داتا اللي نزلتها. بعد كده submit. زي ما انتم شايفين دي كل السيتنج الخاصه بالايدنتيتي بروفايدر من خلال الميتا داتا قدرنا نعرفها. هضغط commit. الخطوة اللي قبل الأخيرة إن أنا أساين الجروب الأثورايزد إن هو يستخدم الأبليكيشن وإن هو يلوجن على اليوزر انترفيس الخاص بالسي اس. أنا أعمل جروب اسمه سكيورتي، هضغط عليه وأعمل أساين. بعد كده هدخل عليه عشان محتاج منه حاجة مهمة جدا وهي
حاجه يونيك بالنسبه لكل جروبس اللي موجوده على الايجر اكتيف دايركتوري وهو الاوبجكت اي دي. هاخده كوبي، وقبل ما افعل الاكسترنال اوثنتيكيشن انا محتاج ان انا اعمل السامل كونفيجريشن على الماشين نمبر 2. هعمل اد سيرفيس بروفايدر وبنفس الطريقه هسميه ساسكو سي اس نمبر 2. بعد كده الانتيتي اي دي هناخد اليو ار ال ونبدا نغير رقم 1 ل نمبر 2، ونفس الانتيتي اي دي هنضيفه في الاسيرشن لكن بال HTTPS. هستخدم self signed certificate in case ان انا حبيت اعمل sign للريكوست زي ما اتفقنا. هملى الديتا الخاصة بالorganization، بعد كده submit. كده انا عملت service provider على الماشين نمبر 2. هعمل add للidentity provider اللي هو نفس الidentity provider اللي موجود على سيسكو سي اس نمبر 1. هو ده الايدنتيتي بروفايدر. هضغط على سبميت، هضغط كوميت، كوميت تشينجز. طبعا احنا ضفنا كل السيتنج الخاصه بالسامل على الماشين نمبر 2، لكن محتاجين ان احنا كمان نضيف الابلكيشن على الايجر اكتيف دايركتوري بنفس الطريقه اللي احنا ضفنا بيها الابليكيشن نمبر 1 او الساسكو سي اس نمبر 1. هرجع تاني لليوزرز عشان ابدا اعمل انيبل للاكسترنال اوثنتيكيشن من خلال الهوست مود. انيبل الاكسترنال اوثنتيكيشن، بعد كده هستخدم السامل. دول الفايف جروبس اللي موجودين في الاتريبيوت اند كليم اللي موجودين على الاكتيف دايركتوري ايجر او الايجر اكتيف دايركتوري. وهنا هضيف الاوبجكت اي دي اللي اتفقنا عليه الخاص بالسكيورتي جروب، هاخده كوبي وابدا اضيفه هنا. طبعا احدد الرول بتاعته، ممكن اضيف رو جديد واقول ان الاوبجكت اي دي او الجروب اللي اسمه مثلا هيلب ديسك الرول بتاعته هيكون هيلب ديسك ويقدر يجرانت اكسس على اليوزر انترفيس لكن بليميتد فيتشرز. هضغط على سبميت. كده انا عملت انيبل للاكسترنال اوثنتيكيشن، هعمل كوميت تشينجز وابدا اتست. طبعا انا هنا في الاوفيس انا عامل لوجن بالجي سلامه، فانا ممكن استخدم نفس اليوزر كريدنشال اللي هو موجود في السكيورتي جروب على الايجر اكتيف دايركتوري بحيث ان انا الوجن بيه على السيسكو سي اس نمبر 1. زي ما انتم شايفين ظهر معايا حاجه جديده اسمها يوز سنجل ساين اون، هضغط عليها هيبدا يريدايركت للاوفيس. لو انا ما كنتش عامل لوجن على الاوفيس 365 من خلال الايجر كان طلب مني ان انا اكتب الكريدنشال الخاص بيه اللي موجودة على الايجر اكتيف دايركتوري. دلوقتي هو بيعمل عملية الريدايركشن، ودلوقتي انا لوجن ان باستخدام جي سلامة at mindsploit.net. ده بالنسبة للساسكو سي اس. طبعا بنفس الطريقة هعمل تيست للايميل سيكيورتي نمبر 2، لكن انا محتاج في الجزء الثاني من الفيديو ان انا اوريكم ازاي نقدر نعمل سامل configuration على السيسكو اس ام اي، وكمان نضيف السيسكو اس ام اي كابليكيشن على الايجر اكتيف دايركتوري. يا رب يكون الفيديو ده مفيد بالنسبه لكم. استنونا في الجزء الثاني من الفيديو. اشوفكم على خير.